نبتدي نعمل ايه بقى؟ السلطه. نبتدي نعمل السلطه. سلطه أوكي. شرق اقصى. شرق اقصى. سلطه شرق اقصى. طبعا هتبقى غريبه عليكم، لان انا لو تفتكروا في البرنامج انا عملت قبل كده سلطه تايلاندي، وعملت قبل كده حاجات يعني الهواي. دايما الفواكه لما بتخش في السلطه الناس بتستغربها، ما تستغربوهاش. شيف ياسر النهارده هيعمل لنا سلطه حلوه جدا مميزه، وتعتبر من السلطات اللي هي زي التايلاندي والحاجات دي، لانها شرق اقصى، هي تعتبر نفس السكه. مستخدم فيها، هنقول مقاديرها، برقوق، ومستخدم فيها كيوي، ممكن يستخدم فيها تين اخضر، تين برشومي، طماطم شيري خاص كابوتشا، فلفل الوان، جزر، برتقال، مايونيز، وخل، تفاح، سكر، وكريمه لباني. ممكن نخلي التفاح نستعير عنه، خل عادي يعني، انا مش بصعبها عليكم. كاتشب ومستارده. تاني، برقوق وكيوي وخس كابوتشا وطماطم شيري وفلفل الوان وجزر وبرتقال. الصوص بتاعها بيعملوا مايونيز وخل وسكر وكريمه لباني وكاتشب ومستارده. احنا عايزين نعلم حاجه بقى. نعلم تتبيله السلطه. تمام معايا؟ اسمها دريسنج. تمام. تتبيله السلطه واحده واحده عشان الشيف نرجع للشيف هنا. كاننا في مدرسه بالظبط. الدريسنج، تتبيله السلطه مع الشيف اسمها دريسنج. المارينيه اللي هو تتبيله اللحوم والاسماك، تتبيله اللحوم والاسماك اسمها مارينيشن. تمام. او مارينيه، هما دول الاثنين اللي احنا لازم نتعلمهم. يبقى احنا دلوقتي اول حاجه نعملها الدريسنج. تمام. هو عصير برتقال. عصير برتقال. عصير برتقال، سنه مايونيز. عصير برتقال ده واخد سنه مستعفى. لا انا احنا عندنا في، طب اقول لحضرتك مقلون. لا انا اقول الافيه ده بس عشان بس معلش يا جماعه. احنا كنا قبل الهواء عصير برتقال اليومين دول. البرتقال عموما ما بيديش لون فاع قوي، لون فاتح بتاعه. فاحنا كنا بنتكلم فبنقول ايه، احنا بنحط اصلا في التتبيله مسترده صح؟ فلو حطينا سنه مسترده معاه هيدينا ايه؟ هيدينا اللون الاصفر. هيدينا خلاص. يبقى هو بقى لون البرتقال. احنا حاطين مسترده. معلش ضحكنا عليهم بقى. لا لا ما ضحكناش على حد. كده كده في التتبيله في برتقال ومسترده. بدل وحده ده لوحده، حطينا سنه. حطينا الاثنين على بعض عشان يدينا اللون الاصفر. بالظبط كده. لان لون البرتقال اللي دول ايه ده؟ من لون معنى. على فكره انا بحسبه ليمون. على فكره انا بقول تكات دي تعتبر زي ما نقول كده الميكنج بتاع البرنامج. يعني احنا بنحكي مع بعض وبندردش انا وهو قبل ما نبتدي، فاحنا الحاجات اللي بقولها لكم تعتبر ميكنج يعني. ونحط سكر. سكر. معانا استاذ جمال. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يعني اسعد واحد في الدنيا عشان شايف الشيف ياسر النحاس على التلفزيون. استاذ جمال مدير مدرسه الفندقيه صح؟ ايوه يا باشا. ازيك يا استاذ جمال؟ ازي حضرتك؟ ده المدير بتاع المدرسه الفندقيه. يا اهلا بيك يا استاذ جمال. منور الدنيا يا شيف ياسر. الله يخلي حضرتك. منور الدنيا يا شيف. الله يخلي حضرتك يا استاذ جمال. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا ايمن واحد اكلت من ايدك يا استاذ جمال. يعني انا شهادتك تبقى مجروحه فيك يا استاذ جمال. استاذ جمال ايوه يا بيه. انا عايز اسال حضرتك سؤال بس. اتفضل يا حبيبي. حضرتك طبعا مدير المدرسه وعلى راسنا طبعا من فوق. انا عايز اسالك سؤال بس. الشيف ياسر شيف جامد؟ جامد قوي قوي. سيبك انت ان هو قصير شويه ولا حاجه بس. لا ما انا خد بالك انا مشبك له. وحياه ربنا بقول لك 100 100. وخاف من يقترب من الارض. ده ما شاء الله. ده عظيم مية يعني. 100 100 100 100. ربنا يا رب يبارك له ويبارك له في اولاده. وراجل عنده ضمير وشغله 100 100 بصراحه. هو يعني هو شغال معانا في المدرسه والطلبه بتحبه. الطلبه بتحبه مش كده؟ رغم ان هو تتخيل. رغم ان هو ماسك عليهم في حاجات جدا ومنضبط. ربنا يبارك لك فعلا. تتخيل. ربنا يبارك له. هو ربنا يا رب يبارك له. كتر خيرك يا فندم. الله يخليك يا استاذ جمال. انت منور الدنيا يا شيخ. ده انت اللي منور الدنيا وده شرف ليا ان انت كلمتنا على الهوا. على فكره انا متابعك برضو على الفيس برضو. ربنا يبارك لك. انتظروا قريب ان شاء الله عنده هيبقى حاجه كويسه باذن الله. باذن الله. انا شهادتي فيك مجروحه يا شيخ ياسر. ليه يعني؟ لا 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 ده انت استاذنا الكبير قوي. يعني انت راجل بص ادب واحترام وشغل 100 100. استاذ ايمن الشيف ايمن. بص يا استاذ جمال الشيف ايمن قال على المسابقه على الهوا اهو ان هي تتقدم هنا النهائي اللي احنا اتكلمنا فيه. شرفنا ويسعد المدرسه. يا شيفنا الكبير احنا الشيخ زايد الفندقيه. يعني كل الناس المدارس كل المدارس. انا ما عنديش مدارس مدرسه معينه. انا يهمني ان طلبه تخرج فعلا نوريهم نماذج فعلا ناجحه ومشرفه وخارجة من مدرسة محترمة بتخرج مدارس كويسة. وده شرف لكل المصريين ان يتخرج شفاف محترمين. انا عايز اقول لك مدرسة الشيخ زايد الفندقية لغات هي المدرسة الوحيدة على مستوى مصر للغات.
ده احنا بنخرج طالب مميز. مش لا لا حكومة. حكومة تمام الحمد لله. لا يشرفنا يا فندم، وانا سعيد ان انا استضيف الشيف ياسر اولا كاستاذ في المدرسة، والطلبة اللي ان شاء الله هيتخرجوا او عندهم اي امتحان للتكريم حتى يبقوا موجودين معانا. يشرفنا يا فندم. ده شرف ليها شخصية وللمدرسة. شكرا ليك يا فندم، نورتنا يا فندم. ألف خير. نورتنا يا فندم، نورتنا. الله يبارك لك، شاكرين. كتر خيرك يا فندم، كتر خيرك، شخصية محترمة جدا. جدا جدا جدا، وشخصية مهتمة جدا، وشخصية ناجحة. واحنا بصراحة أقول لك بصراحة يا شيف أيمن، الشخصية الناجحة في مصر بتتحارب. مش هنخش في تفاصيل عشان شيف ياسر عنده حواديت كتير. حواديت كتير. طيب احنا عملنا دريسنج، حطينا دريسنج عصير برتقان. ايوه عصير برتقان، مستردة، سكر، كريمه لباني. هنحط الكريمه اللباني. ايوه ماشي حضرتك. وايه تاني؟ واخر حاجه الكاتشب. اخر حاجه الكاتشب، سن الكاتشب كده. احنا عملنا الصوص، الصوص الدريسنج بتاعنا، وبنعمل سلطه شرق اقصى. سلطه شرق اقصى، واحنا عملنا الدريسنج. نرجعه تاني، نقول الدريسنج تاني. مايونيز وكاتشب. تمام. كريمه لباني. تمام. مستارده وعصير برتقال. تمام. سكر وخل تفاح او خل عادي. انت خدوا بالكم حته الكريمه اللباني دي، جايز في ناس ما تستسخش الكريمه اللباني في السلطه. ممكن حتى هيقولوا مدسمه او فيها مدسمه او فيها يعني فيها دسم، نسبه دهونها. ممكن بلاش نستغنى عن الكريمه اللباني، وندي شويه لبن خل الدسم. ممكن زبادي. ممكن زبادي. تمام. خل الدسم لو تمام. الناس عايزه تاكل اللي هي بتعمل رجيم اللي بتعمل دايت، بنستخدم المكونات دي كلها. وعلى فكره المايونيز دايت. تمام. المايونيز ده دايت. ليه دايت؟ مع انه بيض وزيت. ما هو البيض يعني هتبقى في المايونيز، هو المشكله في الزيت مش في لا البيض. هو دخول الهواء. احنا لما بيجي نعمل مايونيز، دخول الهواء مع المايونيز بيدي اللي هو بيدي الفوم ده، بيدي الفوم ده، فبيضطر ان هو ما بيتهضمش بسرعه. الهواء ما بس هو البيض. البيض على فكره يعني الناس اللي بتاكل دايت بتاكل بيض، بتاكل بيض، ومهما برطمان المايونيز انت مش هتاكل برطمان، مش هتاكل لا يمكن معلقه. وهو اللي بيتحط في برطمان المايونيز من البيض لا يذكر، لا يذكر. لكن هي المشكله كلها انه زيت، يعني هي الزيت. فهو بيقول لك ان نسبه الدهون موجوده في الزيت، بس نسبه زيت الزيت الذره نسبه الدهون قليله شويه. بالظبط. يعني احنا بنفضل الرجيم اللي هو زيت الذره. تمام. اوكي ماشي. هيبقى احنا عملنا الدريسنج بتاعنا، ودينا خل وسكر، ده اساسي فيه. هنبتدي نعمل الطبق. ادي الخس ده قطعناه في النص. على فكره على فكره أيوة. عايز اقول ملحوظه يا شيف ايمن. الخس في الخس في خس اسمه ايس بيرد. خس أيوة. اسمه ايه؟ ايس بيرد. ايس بيرد نفس الكابوتشا. خس اسمه ايس بيرد نفسه ايه؟ نفس الكابوتشا. اسمه ايس بيرد. ايس بيرد نفس الكابوتشا. ادي الخس. بعد كده بنرص الطماطم عشان الديكوريشن بتاعنا، الالوان بتاعتنا، الالوان بتاعتنا. انت بتستخدم طماطم شيري؟ لا اللي طماطم الشيري. طماطم الشيري طماطم صغننه. في صغننه واربع تربع بالظبط. اوكي. بعد كده الفلفل الالوان. طبعا بنراعي الالوان جدا في الاكل، الالوان في الاكل. كل الناس متعوده تعمل طبق سلطه بشكل سلطانيه. يعني انا بتكلم بالبلدي، يعني الناس اللي قاعده في البيجوت يعني. انتوا هنا بتتفرجوا على طبق سلطه محترم بيتقدم في اوتيل، في مطعم، في في مكان. فبيبقى طبق السلطه بيتقدم مش في السلطانيه، بيتقدم في طبق، وما بيستخدمش كان احنا يعني بيعتبر ده في وجبه كامله بتبقى سلطه. سلطه طبق سلطه. طبعا وجبه متكامله. متكامله. ممكن على فكره ادي هنا انشوجه. تمام. ادي فراخ، صدور فراخ، فراخ مشويه بتبقى زي السيزر، قريبه من السيزر. في السيزر سلطه. ممكن بعد اذن حضرتك ان انا عندي فراخ مسلوقه، الاولاد قالوا خلاص كيوي. كيوي. زهره واحده. الكيوي بطعم حلو، بيكسر يعني الحاجه بتبقى في اي سنه السكر دي بتكسر شويه المزازه بتاعت الليمون. طب سر بقى. كيوي حلو قوي للرجاله. تمام. حلوه. وليه سر ليه؟ ما تقول عادي يعني. عادي؟ مش يعني في حاجات كتير جدا طبعا بتتقال انها مقويه جدا. مقويه جنسيا. مقويه عضليا وجنسيا وكل حاجه. جنسيا. يعني زي الجرجير، ما معروف جدا. يعني مش حاجه غلط ان احنا نقول الكلام ده. بس ما بقاش الزينه. لا 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 بالعكس. في حاجات جدا زي البروتينات، زي الحاجات اللي انتوا عارفين ان في حاجات مثلا زي القمح. جنين القمح. جنين لو بتاخدوا القمح كامل هو مقوي. اذا كان بيدوا الاطفال، بيدوا الاطفال وهم صغيرين في السريلاك والحاجات اللي شبه كده. فهو بالتالي في حاجات مقويه، واحنا بنقول انها حاجات مقويه. مش غلط ان احنا نقول. لا مش غلط. هو كان غلط زمان. الغلط ان احنا نسكت على المواضيع دي. طيب. عشان الناس عايزه المواضيع دي اصلا. انت حطيت دلوقتي ده الاحمر ده، شفتوا عارفين ده جريب فروت. جريب فروت. تمام. بالطريقه دي. وخيارات. بعد كده الصوص بقى الدريسنج.
او الصوص. الصوص لو خدتوا بالكم ان السلطه مهم جدا انها تتقدم فريش، فلازم الصلصه تنزل يعني اخر حاجه قبل الاكل قبل التقديم. ما تعملوش طبق سلطه وتسيبوه في الثلاجه يقعد باليومين. يعني ما ينفعش في حاجه تتبيله السلطه قبل ما يجي يتقدم، قبل ما يجي يتقدم الخضار والفاكهه ما يتحط لهمش اي صوص خالص. صح كده؟ طبعا ما يتحطهمش الا هو ساعه ما بيخرج كده بالطريقه دي. ولو في فاكهه عندنا بتسود يا ريت، او خضار بيسود بنحط له ليمون. ليمون اللي هو زي التفاح. ايوه زي التفاح. انت عامل يعني مش عايز اقول لك حديقه من الطبق. اقول لحضرتك على حاجه، هو فعلا شرق اقصى بجد. والجوليان اللي معمول رفيع قوي ده، رفيع قوي مكسيكي، مديني جو روح حلو قوي للطبق بالطريقه دي.